السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في صفحتي أحسن ماث وفي قناتي أحسن ماث مع غادة درويش. النهاردة عندنا درس جميل جدا وسهل جدا، اللي هو adding with regrouping. أخدناه الترم الأولاني وبناخده تاني الترم التاني، وتعالوا نبتدي مع بعض نشوف المسائل. طيب أنا عندي هنا 236 plus 317. في البداية أنا برسم 236 هنا في ال ones وال tens وال hundreds. طبعا مش مطلوب من الطفل ان هو يرسم باحترافية، ولكن بيرسم مثلا small square big square وعصيان علشان يعبر عن النمبر. هنا النمبر 236 عبارة عن 200 زي ما احنا شايفين، و 3 tens و 6 ones. 1 2 3 4 5 6. طيب انا دلوقتي هعمل له بلس مع 317. 300 هنا هحط 1 2 3 و 1 10 و 7 ones. 1 2 3 4 5 6 7. طيب انا لما هعمل adding دلوقتي we will start with ones. مهم جدا ان احنا بنبتدي بالones، اوعى نبتدي من اي مكان تاني. الones دلوقتي هعمل adding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب الانسر 13، ينفع ان انا اكتب كده 13؟ نو ده كده ايه wrong. طيب هعمل ايه؟ هعمل هاخد 10 من الones ديت واوديهم ناحيه التنس. يبقى انا شلت ال10 سكوير السمول سكوير ديت اللي هي الوانس، وعملت ايه؟ تنس جديده. دلوقتي هنرجع نعد تاني، هلاقي ان انا عندي 1 2 3 وهنا عندي 1 2 3 4 5 وهنا عندي 5 من الهندرتس. يبقى الانسر عندي 553. تعالوا نشوف كده another example. انا تعالوا نشوف المسألة التانية عندنا النهاردة اللي هي 265. انا عندي النمبر الاولاني عبارة عن 265، يعني 2 في ال 100 يعني 1 2، و 6 في ال 10 1 2 3 4 5، وكام في ال 5 6 لسه كمان، و 5 في ال 1 ادي 1 2 3 4 5. طيب النمبر التاني عبارة عن 154، يعني 1 في ال 100 و 5 في ال 10s. 1 2 3 4 5 و 4 في ال 1s. 1 2 3 4. طيب زي ما انتوا شايفين كده، النمبر الاولاني انا عاملاه باللون الاورنج، والنمبر التاني عاملاه باللون البلو. طيب تعالوا نعمل adding. we will start with ones، دايما نبتدي بال ones. نعد count all the squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى الانسر 9. في اي مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة. تعالوا نعمل count لي التنس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى الانسر 11. هينفع اكتب هنا 11؟ نو يبقى هنا هو ده كده في حاجة غلط. طب هنعمل ايه؟ انا هاخد 10 من التنس، ماشي اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاخد 10 من التنس واخليهم ايه؟ اعمل بيهم ايه؟ 100 جديدة. هشيلهم من هنا من التنس وهحط 100 ايه؟ جديدة. طيب يبقى هنا يبقى لي كام في التنس؟ هيفضل لي 1. وهنا عندي كام 100؟ 1 2 3 4. يبقى انا عندي 400. يبقى الانسر النهائي 419. طيب تعالوا نشوف كده هنحل المسائل العادية ازاي. يعني دي كده مسائل الرسمة هنرسمها زي ما انا كنت رسمة بالظبط. طيب مسائل زي دي هعمل ايه؟ هعمل adding للones مع الones، والtens مع التens، والhundred مع الhundred. ولكن اخد بالي ان انا we will start with ones. 548 plus 424. اول حاجة 8 plus 4، هقول 8 in my mind، 4 in my finger. after 8 9 10 11 12. يبقى الانسر عندي 12. هينفع اكتب 12 كده؟
نو مش هينفع. هعمل ايه؟ هكتب ال 2 هنا تحت and carry up 1. طيب 1 plus 4 equal what؟ 5. هكتب 5 صغنونة هنا في النص. طب 5 plus 2 after 5 6 7 يبقى الانسر 7. طيب 5 plus 4 5 in my mind 4 on my finger after 5 6 7 8 9 يبقى الانسر 9. يبقى عندي النمبر هنا 548 plus 424 972. تعالوا نشوف كده another example. 392 plus 253. We will start with ones. 2 plus 3 equal 5. Type 9 plus 5. 9 in my mind. 5 on my fingers. After 9, 10, 11, 12, 13, 14. I will write 14 like this. No. We will put 4 and carry up 1. طيب 1 plus 3 equal 4. هنكتب ال 4 صغنونة هنا في النص. 4 plus 2 equal 6. يبقى الانسر هيبقى 649. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك، وتكتبوا لي ارائكم واقتراحاتكم، و الى اللقاء في فيديوهات قادمة باذن الله، وشكرا.